اليوم راح احكي لكم عن فيتامين مهم للعضلات والمفاصل والاعصاب، هو فيتامين بي، وهي 8 فيتامينات اهم واحد بيهم هو بي 12. وفيتامين بي مهم للخلايا العصبية، وفيتامين بي 1 يوفر الطاقة للأعصاب حتى تشتغل، وبي 6 ينقل النبضات العصبية بشكل صحيح. أما فيتامين بي 12 يجدد الأعصاب ويحميها من التلف، ويساعد بإنتاج الدي ان اي، ويساعد بتطور كريات الدم الحمراء. إذا صار نقص فيتامين بي 12 وبي 6 بالجسم راح يسبب لنا تنمل بالإيدين وبالقدمين، وتشنجات عضلية، وألم بالمفاصل، وتعب وفقر الدم، وصعوبة بالمشي، وعدم التوازن، وترنح، وصداع، ودوخة، وقلق، وكآبة، وأرق، وزيادة بضربات القلب. وإذا ما نعالج هذا النقص الموجود بفيتامين بي 12 مدة طويلة أكثر من 6 أشهر، يصير ضرر دائم بالأعصاب، ويسبب التهاب الأعصاب المحيطية، ويأثر على الدماغ والحبل الشوكي. شنو الأسباب اللي تسوي نقص فيتامين بي 12 بالجسم؟ هي السمنة، العمليات الجراحية اللي يسووها هالأيام، العلاج السمنه مثل قص المعدة، تحويل المسار، وعمليات أخرى، واتباع نظام غذائي غير متوازن، الإدمان على الكحول، بعض الأدوية المستعملة خاصة لعلاج أمراض المعدة والـ12 بدون استشارة طبيب أخصائي، أمراض سوء امتصاص الأمعاء. شنو علاج نقص فيتامين بي 12؟ اول شيء اتباع نظام غذائي صحي من خلال تناول اغذيه غنيه بفيتامين بي، مثل اللحوم، الماكولات البحريه، منتجات الالبان، البيض، والدجاج. وثاني شيء من خلال اخذ مكملات الفيتامينات، اما تكون حبوب او ابر من فيتامين بي 12 باستشارة طبيب أخصائي ولأسابيع قليلة. وشنو الأطعمة اللي لازم نتجنبها للتخلص من نقص فيتامين بي؟ هي الكافيين، خاصة القهوة والشاي، والكحول، والأغذية المصنعة.